الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين. حياكم الله أيها الأحبة الكرام في هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي الكرام، هناك عبادات في الإسلام هي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وقد تتوافق هذه العبادات مع كثير من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة. هذه العبادات فيها مراعاة لأحاسيس الناس ومشاعرهم وجبر خواطرهم ومساعدة المحتاجين وقضاء حوائجهم. فلو أننا رأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى كان يرحم عباده ببعثة الأنبياء والمرسلين، ثم ما يلاقي هذا الرسول وهذا النبي عليهم الصلاة والسلام، فيأتي من الله سبحانه وتعالى ذاك الأمر الرباني بمسح جراحاتهم وآلامهم وتسكين رعبهم وخوفهم. فليس هناك أشد على الإنسان من أن يعيش مضطربا خائفا قلقا، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه في الغار ينقل لنا هذه الصورة، كيف وصل المشركون إلى فم الغار والخوف أخذ به كل ما أخذ، فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر أسفل قدميه لرآنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فخلد الله سبحانه وتعالى هذه القصة وهذا الموقف بقوله: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن. فالإنسان يحتاج إلى كلمة تهدئ من روعه، تخفف عليه ضغط الحياة، مشاكل الحياة، هموم الحياة. وقد يكون هذا في زوجة، كما فعلت خديجة رضي الله عنها لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها: يا خديجة، ما هذا الذي أصابني؟ وقص عليها رؤية جبريل عليه السلام في غار حراء، وما أصابه من ارتعاد الفرائص، وكان يقول: زملوني زملوني، يرتجف عليه الصلاة والسلام. فإذا بها تمسح على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له: كلا والله يا محمد، لن يخزيك الله أبدا. اللي مثلك رب العالمين سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه، ولا يصله ضيم، ولا يضيره أي شيء في هذا الكون. ليس مثلك اللي رب العالمين سبحانه وتعالى يؤذيه أو يرسل له ما يخيفه أو يفقده الأمن والطمأنينة. هذا موقف الأسري، في كل أسرة ينبغي أن الإنسان إذا أصيب بموقف، سواء الزوجة مرضت أو الزوج تعب، أن يجدوا من يقف معهم. على صعيد بر الوالدين، يقول الله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا. الإحسان أن الإنسان لا يقايض والديه وحدة بوحدة: أبوي صرف علي، أعطى لإخواني ما أعطاني. لا، القضية أكبر من ذلك. فالبر هو عمل خيري مطلق لله عز وجل. ليه؟ لأنه ثوابه عظيم وأجره عظيم. فمهما قدم الإنسان لوالديه، هذا الباب مضمون الجزاء، مضمون الجزاء. ولذلك مع تقدم السن قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فيصبح القلب رقيق، ويحتاج الإنسان في هذه المرحلة إلى الشكر، يحتاج إلى من يثني على جهوده
وإنجازاته وتربيته ولا نقول مكافأته، لأنه مهما فعلنا ما نستطيع نكافئ والدينا، فكيف نؤدي حق الوالدين؟ نعمل ما نستطيع ولا ننتظر الجزاء من الوالدين. فهناك حاجة إلى الدواء وحاجة إلى الطعام، والإنسان المريض أحياناً ينفر من الدواء وينفر من الطعام، قد يؤذي نفسه ويحتاج إلى الكلام، يحتاج إلى الحديث. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني كيف الإنسان يجلس عند قدمي إنسان؟ هذا ذل، لكن في حق الوالدين ليست عزة ولا كرامة بعد هذه الكرامة، أن الإنسان يتذلل مثل العصفور، مثل الفرخ بين يديهما، ويتحايل عليهما ليأكل الدواء ويأكل الطعام، لأنه ممكن بسبب كثرة الأدوية قد يضجر هذا الوالد ولا يأكل الدواء فيؤذي نفسه. فتقدم له طريقة أو فكرة بأن الجسم يحتاج إلى هذا النوع من الغذاء، يحتاج إلى هذا النوع من الدواء. فلذلك تشوف الأولاد الأبرار دائما هم في حضرة آبائهم وأمهاتهم، يقدمون صورة الإنسان المؤمن بالله المسلم، ما في وقت عتاب ولا في وقت حساب، هذا وقت الإكرام ووقت الاحترام. والآباء الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى أولاد أبرار يعيشون حتى لو عاشوا 100 سنة بصحة وعافية، لا يشعرون بأن أحد مل منهم ولا أحد يكرههم. لذلك لما قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال له رجل: حججت بأمي على ظهري، هل أديت حقها؟ جيت شايلها على ظهري آلاف الكيلومترات، وطفت وسعيت بها وهي على ظهري. قال له: ولا طلقة ولا ألم من آلام الحمل والولادة، ولا لحظة واحدة. قال: لأنك لما كانت هي تحملك كانت تتمنى طول عمرك، أما أنت من يدري، يمكن تتمناها تموت في أي لحظة تخلص منها، أو تعبت منها تنتظر أجلها، هي كانت تربيك وتأمل أنك تعيش أكثر وأكثر وأكثر حتى تشوفك رجل، أما أنت في هذه المرحلة الآن تتمنى، أو قد يخطر في بالك أنه هي مودعة، ويعني هي أيام قلائل، كما حتى نغلط أحيانا في دروسنا، حتى تروح إلى عزاء بعض الناس يقول لك: الحمد لله ارتاح. أنت اللي ارتحت، ها؟ يقول الحمد لله ارتاح، هو اللي ارتاح. لأنه فيجب حتى في طريقة التقديس والاحترام كما قدسهم الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وعطف مباشرة قال: وبالوالدين إحسانا. فليست العملية، فهذا هو جبر قلوب الوالدين أحبتي الكرام، بإدخال السرور والاستماع إليهما. يعني الإنسان يمكن يقول لك: ما عند أبوي غير هالقصة هذه، كم مرة حكاها، كم مرة ذكرها. طيب، هذا نوع من التنفيس عن الهم والكرب. والكبار السن يمجدون، يحبون الذكريات، يحبون قصص حصلت معاهم. فليس مطلوب منك أنك أنت الآن تقول هالقصة جديدة ولا قديمة، مو مطلوب منك، مطلوب منك أنك تستمع، مطلوب منك أنك تستمع حتى ما تتطور الأمور إلى قلق واضطراب قد يحتاج إلى مهدئات ومنومات مستقبلا، الجسم ما عاد يفرز الهرمونات. ثم كذلك أحبة الكرام، جبر الخواطر مع الأسرة، مع الأطفال. وقد تستغربوا: ما هذا الكلام، أنا فاضي لهالولد هذا يجي ألعب مع هذا الطفل. يجيك طفل، يجيك حفيدك جايب ألعابه ويحطها عندك، يريدك تلعب معاه، هو أحبك فاختارك صديقا له. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي الرجال في هذه المسألة. أخو أنس عمير، أبو عمير، يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟
النغر هو العصفور الصغير، هذا البلبل اللي عندك، فيدخل السرور ويسأل عن العصفور عند عصفور، هو ولد صغير، هو طفل. ويقول أنس: يا رسول الله، أبو عمير مريض، الطفل الصغير هذا الصغير مريض، فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيادته، يروح يزور الولد الصغير. هكذا محاضن الرجولة، هذا الولد إذا كبر، أنس عمره 120 سنة ما نسى القصة. أنس عاش في حضانة النبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات. فإدخال السرور وجبر قلوب الأطفال وتنميتهم على الأخلاق، فلما يكبرون يصبحون رجالاً أصحاب مسؤولية. ثم كذلك أي إنسان آخر عنده قضية، عنده مشكلة، ضمن استطاعتك، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، حتى لو بكلمة طيبة، إدخال السرور على قلوب الغرباء، العمال، هؤلاء المقطوعين عن أهلهم، مسافرين من سنوات، اللي ما شاف زوجته، واللي ما شاف أولاده، واللي ما شاف والديه، فهذا يجد في هذا الإنسان الرحيم، يجد فيهم أهله، لما يشعر بمعايدتهم ويشعر بإدخال السرور عليهم. وحتى ذكر مثل سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قال شافوا العامل اللي يشتغل عنده لابس نفس الثوب اللي هو لابسه، عمالكم خولكم، يعني إخوانكم هذول اللي يشتغلوا، موظفينكم، عمالكم، أي وظيفة يقوم بها هذول أمانة في أعناقكم. فقيل له: كيف هذا العامل لابس نفس البشت، العامل لابس نفس الثوب، نفس القماش؟ قال: هذه وصية النبي بهم عليه الصلاة والسلام، لا تكلفوهم ما لا يطيقون. فإذا كلفتموهم، يعني روح أشتغل أنا خادم عنده، قال فأعينوهم، ساعدوا، يعني وظيفته أنه يشيل صخرة لكن ما يقدر يشيلها لوحده. يعني مرة حضرت مشهد واحد يقول للعامل، يقول له: شيل هذه الصخرة من هنا. قالوا: شو أنا تركس ولا شيول؟ شايف، كسرها، جيب لك آلة، جيب لك دراكتور، ساعدني، شايف، ماني أنا بالدوزر حتى أشيلها. فلذلك أحبة الكرام، في شيء يصل بالإنسان إلى درجة المتصدق ليلا ونهارا، الكلمة الطيبة، حتى لو أنه هذا واجب عليه، وحتى لو كان يأخذ معاش عليه، لكن لو جاء الأمر. يمكن حكيت لكم قصة في إحدى الدوائر حصلت، عزلوا من 4000 موظف، رسب 3500. فسألنا المتدربين في دورة للموظفين، كنت أعطي محاضرة للمؤسسة: ما تصوركم ليش هذول رسبوا في الاختبار؟ اللي قال أوراقه ناقصة، اللي قال ما عنده تخصص، اللي قال هذا كلام صحيح ومطلوب، مطلوب أن يكون معك شهادة، مطلوب أنك تكون. قال: لا، الشركة ما اعتبرت كل هالأمور، كان 500 اللي نجحوا هم من خيرة الموظفين في التعامل. يعني حتى في الشركات الكبيرة، إذا جاءك مشتري وما عرفت تجذبه بالأسلوب، ما شعر بالاحترام، ما حس بده يعيف البضاعة وما عاد يرجع، حتى لو اشترى ثاني مرة ما عاد يدخل الدكان ولا يمر على المؤسسة. فالأخلاق ثم الأخلاق ثم الأخلاق. يعني أحياناً بعض الناس يتكلم باسم المدير العام وهو ما هو مطلوب منه، ويتكلم باسم الشركة كلها، ويتكلم باسم الدائرة كلها، وينوب عن الموظفين كلهم، آخر شيء تشوف أنه الأبواب مسكرة. فلا بد حتى لو الموظف يعني يتقن عمله، يكون هذا ربح تجاري كبير جدا. وأول قالوا: ما أعظم الإسلام لو كان له مروجين، لو في دعاة يحرصوا على الدين، وكما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالكلمة الطيبة. جاء عدي بن حاتم أجود العرب، كان يذبح فرسه، ما عنده غير الفرس، في مجاعة، ويوقظ الخيام ويوقظ الناس حتى يقوموا للعشاء. تقول النوار زوجة حاتم الطائي، تقول: جعنا ما بقي شيء في البيت، وإذا بطرف الخباء يرفع ويخفض، يرفع. خرج حاتم، قال: من هذا؟ قالت: والله 4 بنات على وشك الهلاك والموت،
قال هذا وأنا حاتم، فعمد إلى فرسه فنحرها وأعد لهم الطعام. قال أولاده كانوا بنفس الحالة ما ذبح لهم، لما شاف الوضع وصل لهالدرجة لبيت الجيران وأيقظ كل الجوار وغلت القدور باللحم، فما باتوا إلا شباعا، فما باتوا إلا شباعا. جاء ولد عدي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل هربان ما يريد يسلم نفسه، يعني خايف، وقالوا له كذا، تعرف الناس اللي مغرضين يشوهوا صورة الدعوة والدين. فلما قال والله طالما هذه صفات النبي، أخته نقلت له الصورة ودعوة النبي ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء. لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رمى له الوسادة، المخدة الوحيدة اللي عند النبي، فعدي استحى، يعرف المروءة والأخلاق، كيف أنا أخذ كرسيك، كيف أنا أخذ المخدة اللي عندك الوسادة؟ وإذا برسول الله يقسم عليه لا يقبل إلا تجلس على الوسادة، ويجلس الرسول على التراب. قال والله هذا هو رسول الله. عرف أن هذا الذي يحصل ما هو صفات إنسان جاي يريد يحارب ولا يتكبر على الناس، فأسلم في ساعته. لما حس أنه هذا الأكرام، أكرام المروءة، مراعاة حالات الناس. وهكذا أحبة الكرام، على صعيد المجتمع، على صعيد الأسرة، على صعيد الأولاد، المعاملة، إدخال السرور على قلوب الناس، هذه أعظم عبادة في الإسلام. حتى جاء في بعض الأمثال من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله في المخاطر. فقيل فلان تهدم عليه بيته، قال والله ما تهدم. قيل كيف عرفت؟ قال أنه بار بأرحامه، واصل للأرحام، البيت كله متهدم حجر. قال فتحوا البيت ونقلوا حجر حجر، قال والله ما أصيب بخدش واحد. وأحيانا رد الإنسان واحترامه للناس أفضل من العطاء وأفضل من المال. والله اليد كذا، الظروف كذا، وإن شاء الله الله ييسر الأمور. قال هذه الكلمة أحيانا هي أحب إلى قلب هذا الإنسان من أنك لو أعطيته ما أعطيته. لابد أحبة الكرام أن يصبح هذا الشيء سلوك في حياتنا وفي أخلاقنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.